دكتور محمد، البعض اللي لا يعلم أمور السودان بيسأل ما مصلحة الإمارات في هذه المعركة، وهل فعلا الإمارات تحاول أن تحمي ثروات الذهب في السودان باعتبار أن حميدتي هو الحارس على هذه الثروات؟ فيما يخص تحليل الدور الإماراتي وعلاقته بالملف السوداني، هناك عدة أشياء، يعني بعضها خاص بالسودان كدولة وبعضها خاص بالمنطقة، خاصة منطقة القرن الإفريقي. ما يتبادر إلى الذهن والذي تم الحديث فيه باستفاضة في كثير من المنابر عبر السنوات الأخيرة هي مسألة البحر الأحمر والتوسع الإماراتي في البحر الأحمر من ناحية النفوذ الجيوسياسي، وذلك يتضمن كما رأينا في مناطق أخرى في اليمن، في جيبوتي، وفي التفاعل والتعامل بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، مسألة دخول الإمارات على الموانئ المختلفة في المنطقة. وكان هناك تنازع مثلا في جيبوتي في مسألة الميناء هناك، ونعلم ما جرى مثلا في اليمن وجزيرة سقطرى. فهذا هو جانب، يعني الصراع الإقليمي والنفوذ في هذه المنطقة. فيما يخص السودان هناك عدة أشياء، منها الجانب السياسي، ما تراه الإمارات من خصومة وعداء مع التيارات المحسوبة على التيارات الإسلامية، ولأن السودان كان يصنف من ضمن المحاور التي يعني كان هناك علو لشأن هذه التيارات، وبالتالي الإمارات مثل عدد من الدول الأخرى يعني في المنطقة لا تريد عودة إلى ذلك، يعني في إطار الترتيبات التي تجري في المنطقة. لكن مثل ما تفضلت هناك مسألة الذهب، هناك خلافا حتى لمسألة الذهب، هناك الأراضي الزراعية الشاسعة الموجودة، ومنها منطقة الفشقة. نحن نتكلم عن حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة، وهذه منطقة فيها تنازع يعني بين السودان وإثيوبيا، وصلت إلى حد النزاع المسلح يعني مؤخرا.